مرحبا شيف. مرحبا. زي ما تعرف مطبخ شيف كل يوم يجمع الأمهات عشان يشاركوا أسرارهم وخبراتهم، واليوم جاء دورك تستفيد من هذه الخبرات. أول شيء مد يدك، عندك 4 ثواني تختار 4 نصايح وانت مغمض عيونك، والآن اللي عليك انك تعمل طبق من نصايح أمهات مطبخ شيف كل يوم، وكل نصيحة تستخدمها في طبقك تحصل فيها على نقطة. جاهز شيف؟ جاهز. مرحبا، اسمي باتريك. من بعد ما أخذت نصايح الأمهات من مطبخ شيف كل يوم، قررت أعمل تالياتيل السبانيخ باستخدام كريم بوك. المكونات اللي رح استخدمها اليوم هن تالياتيل، توم، بصل، زعتر فرنساوي، صنوبر، زبدة، سبانيخ، كريم بوك، ملح وبهار. أول نصيحة طلعت لي بمطبخ شيف كل يوم هي أنه لازم حط ملح بمية الباستا، فلازم مية الباستا تكون طعمتها تقريباً مثل مية البحر. ثاني ستيب، رح نفرم بصلة ناعمة. أول شيء عم بحط الباستا بالمي، من بعدها رح أحط شوية زبدة. ما بحط الثوم بالأول مع البصل كرمال ما يحترق، لأنه الثوم بيستوي أسرع من البصل. هيدي تاني نصيحة باخدها من مطبخ شيف كل يوم، وهيدي تاني نقطة لإلي. هلا رح آخد السبانخ لفه على بعضه وقطعه عشوائيا، ما في عرض معين. من بعد ما تطلع ريحة الثوم ويبلش ياخد لون، بنزيد السبانخ يلي قطعناه فوق الثوم والبصل. ثالث نصيحة باخدها من مطبخ شيف كل يوم، انه إذا بدنا طعمة الثوم تكون قوية بنحطها مع السبانخ، وإذا بدنا إياها تكون خفيفة بنحطها بالأول تدبل مع البصل. ولأنه كريم بوك بتغني الطبق وبتعطي طعم مثالي، وفينا نزيده على السخن أو البارد، رح زيده هلا على الصوص. رح اغلي كريم بوك شوي مع المكونات بس تتبلش تسمك. والنصيحة الرابعة يلي طلع عليها من مطبخ شيف كل يوم، كرمال الباستا تاخد طعم اكتر ما تتغسل، تنحط سخنة دغري من المي بقلب الصوص. وانا هيك رح اعمل هلا. يلي حعمله هلا هو حزيد صنوبر محمص وشوية زعتر فريش، صحتين.